السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم لقطة رياض محرز أمام الهلال وردة فعل المدرب الأهلي السعودي بعد تضييع رياض محرز لهذه اللقطة. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إذن واجه نادي الأهلي السعودي نادي الهلال في قمة الجولة لحساب دوري روشن السعودي، وقدم رياض محرز مردود متوسط في هذه المواجهة والتي تقدم في نتيجتها نادي الأهلي السعودي قبل أن يعود نادي الهلال ويعدل النتيجة ليسجل الهدف الثاني بعدها في مباراة أكثر من رائعة لهذه الجولة. وأضع رياض محرز هذه اللقطة كما تشاهدون، وهكذا كانت ردة فعل مدربه الألماني. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.